إنها ساخنة ومع العسل وعليكم بالعافية. بنت الصحنة اليمنية، في العجانة أضيف كوب من خليط السمن والزيت المذاب وعليه 4 حبات بيض وملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة خميرة وكوب حليب، ونخلط كل هذه المكونات ونضيف الدقيق حسب الحاجة. نعجنها لمدة 10 دقائق لما نوصل للقوام المطلوب، تكون رطبة ولينة. نتركها 10 دقائق وبعدين نرش عليها بالماء ونقلبها ونغطيها 10 دقائق، وبعدين نرشها بالسمن ونقلبها ونتركها ترتاح 10 دقائق. نقطع إلى قطع متساوية ونتركها ترتاح 10 دقائق. ندهن الصينية الدائرية بالسمن ونفرد العجينة باليد ونمدها في الصحن. نرش عليها السمن والحبة السوداء، وبنفس الطريقة نمد باقي قطع العجين لما ننتهي من كل الكمية. نخبزها في الفرن في الرف الوسط 20 دقيقة لما تتحمر من كل الجهات. نقدمها ساخنة ومع العسل وعليك فيه. بنت الصحنة اليمنية، في العجانة أضيف كوب من خليط السمن والزيت